المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة الصباحية مباشرة من مدينة مونبولي الفرنسية. اذا كما كتشوفوا اجواء طقس حار، عفوا طريق عامرة بزاف تزامنا مع بداية الاسبوع. مرحبا بكم جميعا مغاربة العالم في هذه الجولة الصباحية مباشرة من مدينة مونبولي ومباشرة على قناتكم شوف تي في. مرحبا بتعليقكم، مرحبا بآرائكم، ومرحبا بتساؤلاتكم أيضا. أسعد الله صباحكم جميعا مشاهدي قناة شوف تي في. إذا الإخوة الكرام كنتواجدوا مباشرة من مدينة مونبولي، تحياتي لكم جميعا، تحياتي ومودتي لكم جميعا بدون استثناء. هنا بلاصة، هذه خويا سفيان، هذه مونبولي اكزاكتومون. حنا كنتواجدوا بصابين بمونبولي. إذن مرحبا بكم كاملين مشاهدي قناة شوف تي في سواء داخل أو خارج أرض الوطن. وشوف تي في دائما كتكون قريبة من المواطنين سواء داخل أو خارج أرض الوطن. زهير راك في لابياض، مرانيش في لابياض أخويا زهير كوديم. عيشة مرحبا بك، عاد غنمشي لابياض الأخ الكريم. حنا أنا كاين في صابين. عليكم السلام أم الإبن. بالنسبة لسعيد وعليكم السلام، جبنا معك شي رويحة خويا أمين. مرحبا، تحياتي ومودتي. إذن هذه الأجواء ديال مدينة مونبولي، ديال بعض الشوارع بالمدينة، كنقلوها لكم مباشرة على قناتكم شوف تي في. إذن كما كتعرفوا فمنذ تقريبا حوالي أسبوع حطينا الرحال بمدينة مونبولي الفرنسية باش نكونوا قريبين من المواطنين هنا بجنوب فرنسا. إن شاء الله غادي نديروا جولة بعض المدن الفرنسية، فمرحبا بكم جميعا. نادية بونجور من لانس، حنا عندنا الجو بارد. صحتكم الاخت نادية. احنا كما كتشوفي طقس حار، يعني 30 درجة العشرة ونص ديال الصباح. فمدينة مونبولي معروفة بالطقس ديالها الحار، ولي بلاج ديالها زوينين كبالافاس كلاغراند موت كغو دو روا. الى مشينا للجهة الاخرى غنلقاو فالغاس، غنلقاو مارسيان بلاج، غنلقاو اكد، ونلقاو الكاب داكد، ولقاو فياس الى اخره. بالافاس محفوظ لشقر لزياد، لماذا لا توجد الفوضى مثل البارحة بالمدن المغربية. بالنسبة لنطرقوا لهذه النقطة ديال البارح، فلوتوروت كانت عامرة لان جا القرار مفاجئ من الحكومة يقول بأن بعض المدن ممنوع السفر إليها ومنها أيضا. لذلك فالناس كانوا كيتجراو باش يوصلوا قبل 12 الليل، لأنهم كان ضروري خصهم يمشيو يعيدوا مع ولادهم. نتمنوا خير إن شاء الله. صراحة في هذه اليومين الأخيرة ارتفاع وارتفاع ملحوظ، ارتفاع مهول للإصابات بالمملكة المغربية. هناك قلوبنا معكم إن شاء الله خير. صراحة مزيدا من الالتزام ومزيدا من الانضباط، لحقاش ما عرفناش هادشي فوقاش غيسالي. صراحة كنا زعما شادين الامور بجدية، لكن كنشوفوا بعض التراخي في الايام الاخيرة، كنشوفوا اصابات مهولة، كنشوفوا بؤر جداد، يعني اصابات صراحة. والبارح 811 رقم قياسي في عدد الاصابات في اخر 24 ساعة، فصراحة شي حاجة خطيرة وخطيرة بزاف.
نتمنوا الخير في الايام القادمه، مزيدا من الالتزام ومزيدا من الانضباط. فصراحه ماشي شي حاجه صعيبه، فالتزموا بالتباعد الاجتماعي، يعني مسافه الامان، منع التجمع، كمامه الواقيه ديالنا، والمعقم او غسل اليدين بزاف المرات في اليوم، يعني ماشي شي حاجه صعيبه على المواطن المغربي. فإلا بغيتوا نخرجوا من هذه الحاله الوبائيه الخطيره التي تعيشها المملكه المغربيه في هذه الايام، فصراحه خصنا الالتزام والانضباط، نحن المواطنون، نحن هما اللي مسؤولين على الحاله الوبائيه اللي كتعيشها المملكه المغربيه، حنا اللي ما كنلتزموش، حنا اللي ما كنضبطوش، حنا اللي كنخرجوا بلا كمامه. فصراحه هنا في فرنسا كانوا نساو شويه الكمامات، لكن ولاو لزموها عليهم اجباريه، فتقريبا ما يمكنش تدخل لشي محل تجاري او شي مكان، يعني بحال دي بيغو هنايا، بحال بور امبلوا، بحال فارماسي، بحال ما يمكنش تدخل الى ما كنتيش داير الكمامه. فان شاء الله خير، مزيدا من الالتزام ومزيدا من الانضباط، قلوبنا معكم هناك في مسقط الراس المملكه المغربيه. نتمنوا خير ان شاء الله، ومزيدا من الالتزام ومزيدا من الانضباط كما قلت لكم مشاهدي قناه شوف تيفي. فاحنا كمواطنين حنا اللي مسؤولين على الحاله الوبائيه اللي كتعيشها المملكه المغربيه، وحنا اللي غنتحملوا المسؤوليه، لحقاش حنا اللي كنخرجوا بلا كمامات، وحنا اللي كنديروا التجمع، وحنا اللي ما كنديروش التباعد الاجتماعي. صراحه هي هذه مشاهدي قناه شوف تيفي، مزيدا من الالتزام ومزيدا من الانضباط باش نخرجوا من هذه الحاله الوبائيه الخطيرة اللي كتعرفها المملكة المغربية في هذه الأيام هذه. فكما قالت وزارة الصحة، فالحجر الصحي يقدر يرجع في أي لحظة، يعني ما بغيناش نعاودوا نبداو من الزيرو. فعافاكم، مزيدا من الالتزام ومزيدا من الانضباط. ألوغ كريم ربما سألني على الحولي شحال داير الثمن ديالو هنا في فرنسا، فالأثمنة ما مقداش، يعني من نقول لكم بالدرهم باش، يعني من 1800 درهم، 1900 درهم، حتى 2500، 2600 درهم، 2700 درهم. أسامة فيصل شكرا لك أخي العزيز. يونس مرحبا أخي الكريم. فصراحة كنا أحسن من بزاف ديال الدول في كل ما يتعلق بالكورونا فيروس أو الكوفيد 19، الأسماء مختلفة والوباء واحد. فصراحة كنا أحسن من بزاف ديال الدول، لكن في هاد الأيام الأخيرة شفنا بعض التراخي أو الكثير من التراخي. تصوروا معايا كنا وصلنا لشي أيام كنا كنعرفوا 35 حالة في 24 ساعة، فاش دخلنا في المرحلة الثانية ديال رفع من الحجر الصحي، ولينا كنشوفوا 500 و600، ومنذ يومين شفنا 800. فصراحة ما بغيناش نوصلوا لشي حاجة اللي صعيبة وصعيبة علينا بزاف. فأرجوكم مشاهدي قناة شوف تيفي، نحن كمواطنون حنا اللي معنيين بالأمر، وحنا اللي خصنا نخرجوا المملكة المغربية من هذه الحالة الوبائية اللي كتعيشها في هذه الأيام الأخيرة. فإلا التزمنا وانضبطنا فأكيد غنخرجوا بأقل الأضرار وأقل الخسائر مشاهدي قناة شوف تيفي. يعني ماشي شي حاجة صعيبة، الكمامة الواقية يعني ملي نكون بوحدي كاع نهبطها شي شوية ماشي مشكل، لكن فاش نتلاقى مع الناس أو ندخل لشي محل تجاري أو ندخل لشي بيرو أو ندخل لشي حانوت أو ندخل لشي مكازان أو شي حاجة بحال هكا، فندير الكمامة ديالي ونحاول ما نقيس والو بيدي، نحاول نغسل يدي بزاف المرات، وإن شاء الله خير. والتباعد الاجتماعي خلاص راه ضروري ومؤكد، متر حتى المتر ونص. صراحة المدة ديال 5 شهور وحنا تنقولوا بحالة النصائح هادو، لكن للأسف كنشوفوا بزاف ديال التراخي، وكنشوفوا التجمع، كنشوفوا الناس بلا كمامات. يعني راه ولات الكمامة دابا ضرورية في المملكة المغربية، ولا كيعاقب عليها القانون من شهر حتى 3 شهور الحبس، وبغرامة مالية من 300 درهم إلى 1300 درهم. بالنسبه للمشاهدين اللي عاد التحقوا بنا، كنتواجدوا بمدينه مونبولي الفرنسيه، يعني طقس حار ربما 30 درجه في هذا الاثناء، 10:36. صراحه مدينه مونبولي مدينه جميله جدا،
جميلة بلي بلاج ديالها بالشواطئ ديالها، وجميلة أيضا بالشمس ديالها والحرارة ديالها. تقريبا جميع السكان ديال فرنسا فهم كيهبطوا للجنوب ديال فرنسا هنا في مدينة مونبولي باش يستمتعوا بالعطلة الصيفية ديالهم. واش مبروكة من مراكش خويا رشيد، تحياتي ومودتي. ربما نعم الأخ الكريم، ربما كانوا بواحد القرارات اللي ما نجحوش 100%، لكن حنا كمواطنين كناخذوا واحد النصيب من المسؤوليه في هذه الحاله الوبائيه اللي كتعيشها المملكه المغربيه. فلو التزمنا كما يجب فصراحه لكنا صفر حاله منذ مده. لو التزمنا كما يجب لكنا صفر حاله منذ مده مشاهدي قناه شوف تيفي. فكنا احسن من بزاف ديال الدول اللي كان الاقتصاد ديالهم طالع علينا وطالع بزاف، كايطاليا واسبانيا وفرنسا الى غير ذلك. لكن في هذه الايام الاخيره كنشوفوا هاد الدول هادو ما بقاش عندهم التفشي للوباء وحنا عاد زاد كثر عندنا. فطرحوا السؤال لماذا؟ لاننا بهذا المصطلح هذا قلنا صافي قطعنا الواد ونشفوا رجلينا. كنشوفوا بزاف ديال الدول عندهم اصابات كثار، حنا ما عندناش، كنقولوا صافي حنا راقديناها، لهذا رجع عندنا الوباء. فما بغيناش كورونا دير لنا ريمونتادا بهذا المصطلح مشاهدي قناه شوف تيفي. فتقريبا يومين وصلنا ل 1400 حاله او 1500 حاله في ظرف يومين فقط. ففي الايام الاولى كنا واحد المده باش نوصلوا ل 1400 حاله. فارجوكم مزيدا من الالتزام ومزيدا من الانضباط. اخوكم محمد طراف يحييكم مباشره من مدينه مونبولي. نحن هنا وقلوبنا معكم هناك في مسقط الراس المملكه المغربيه. ايوب الحدود مفتوحه اخي الكريم، الا بغيتي تجي فانا جيت تقريبا مده ديال الاسبوع دابا باش جيت، الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل. فيمكن لكم تمشيو او تجيو. بالنسبه للمغاربه اللي كاينين في فرنسا فيمكن لهم يمشيو اللي عندهم الجنسيه المغربيه، وبالنسبه للناس اللي في فرنسا عندهم سواء ناسيوناليتي او الكارت سيجور فيمكن لهم يجيو لفرنسا بكل حريه. إذا نتمنوا خير إن شاء الله في الأيام القادمة مشاهدي قناة شوف تيفي. كما قلت لكم قلوبنا معكم. فبزاف ديال المغاربة هنا كيقولوا لنا بغينا نمشيو ندوزوا العطلة المغربية، العطلة الصيفية عفوا في المملكة المغربية كما كنديروا دائما. لكن للأسف فاش كيشوفوا تفشي الوباء مرة أخرى فما قادرينش يمشيو، خايفين يمشيو ويولي الحجر الصحي وما يقدروش يرجعوا للأبناء ديالهم والخدمة ديالهم. إن شاء الله خير في الأيام القادمة مشاهدي قناة شوف تيفي. أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم مزيدا من الالتزام ومزيدا من الانضباط. فدائما كنقول لكم حنا المواطنون المغاربة فحنا اللي مسؤولين عن الحالة الوبائية اللي كتعيشها المملكة المغربية. فلو أننا التزمنا 100% ما كناش غنوصلوا لهذا العدد هذا اللي واصلينه دابا، ولو كنا انتهينا من هذا الوباء مدة ديال الشهر هذه تقريبا. فأرجوكم مزيدا من الالتزام مزيدا من الانضباط. أحبكم في الله مشاهدي قناة شوف تيفي. نلتقي إن شاء الله في موضوع آخر، ربما مكان آخر وربما مدينة مونبولي الفرنسية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.